وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال أهل العلم وما خلقت الجن والإنس، خلق العلماء قالوا بمعنى أوجد، فالله سبحانه وتعالى يوجد الشيء من العدم. وما خلقت الجن والإنس إلا لغاية واحدة ولغرض واحد، وهي عبادة الله عز وجل. فلما سئل ابن عباس رضي الله عنه وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلم الصحابة بتفسير القرآن العظيم، قال إلا ليعبدون، بمعنى إلا ليوحدون، بمعنى إلا ليوحدون. فالإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا على توحيد صحيح يكون قد حقق الغاية التي من أجلها خلق. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن تعريف جامع لكلمة العبودية أو لكلمة العبادة، فجاء بتعريف شامل، قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، دي العبودية دي العبادة. والعبادة في اللغة جاء بمعنى الذلة، يعني يقال طريق معبد أي مذلل وممهد. فالإنسان يكون عبدا لله إذا تذلل بفعل الأمر وترك النهي، يكون قد ذل لله عز وجل. والعبادات يا أخواننا على جسمين اثنين، في عبادات قلب، عبادات قلبية، وفي عبادات ظاهرة وعبادات باطنة اللي هي القلب. من العبادات القلبية التوكل، أن تتوكل على الله. والتوكل هو تعريفه قالوا هو صدق اعتماد القلب على الله وحده لا شريك له. تتوكل على الله براو، لا على شيخ ولا على رئيس ولا على غيره، صدق اعتماد القلب على الله وحده لا شريك له. وكذلك المحبة، تحب الله عز وجل، والتأله والإنابة والخشية والخوف، أن لا تخاف إلا من الله، لأن الذي يخاف من غير الله عز وجل، يجيك واحد يقول لك والله، تقول له اذكر شيخك، قول شيخك ده ما عنده حاجة في الكون ده، يقول لك لا ما بقدر، شيخي ده بحصل، توديه المحكمة تقول لا حلف يا الله بيحلف، تقول لا حلف بأبوك الشيخ ما بيحلف، طب يقول لك الله ماهل وأبوي الشيخ حقه ما بخليه، ده مشرك. عرفت كيف؟ ده بيخاف من الشيخ أكثر من الله. وربنا قال في القرآن ولا تخافون وشنو؟ وخافون إن كنتم مؤمنين. فالما بيخاف من الشيخ أكثر من الله ده ما مؤمن بشنو؟ إذا قلبت معنى الآية دي العبادة، أعمال قلبية، الخشية والتوكل والإنابة والرجاء، والأعمال الظاهرة مثل الاستغاثة، تستغيث بالله، الاستغاثة، الاستعانة، النذر، الذبح، دار تطبح تطبح لله، دي كلها عبادات. العبادات دي كلها تصريف لله عز وجل، تكون حققت معنى قوله تعالى
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وربنا سبحانه وتعالى ما محتاج لك، قال ما خلقهم ليتكثر به من قلة جل جلاله، ما محتاج لك. أقرأ الآية اللي بعدها، ربنا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. دي في اللغة العربية اسمها صيغة المبالغة، إن الله هو الرزاق أي من كثرة الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ده الإسلام يا أخوانا، باختصار ده اسم الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما رب رسلوا عشان يخرج هؤلاء الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل جلاله، سكين لما كان بيعلم الطفل الصغير ابن عباس لما كان صغير، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم فيه التوحيد والإيمان، قال له إذا سألت فاسأل منه، قال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن شنو؟ بالله. الله براو، عشان كده قلت لك دي العبودية هنا. فأي ذول بيجي بيعلمك زي ما بعلموك الصوفية الليلة، والصوفية ده ما عندنا معاهم مشكلة شخصية، نحن ما عندنا أي مشكلة شخصية مع شيخ طريقة، لكن الناس ذيل قالوا كلام مخالف للقرآن وللسنة، ونحن بنتحدى أي شيخ، أي شيخ طريقة في الكون، جد الكون بتعالى ده كله نتحداه، لأنه معانا القرآن ومعانا السنة. ربنا قال فإن تنازعتم في شيء تعمل شنو؟ قال فردوه إلى الله وشنو؟ والرسول. العلماء قالوا الرد إلى الله أي إلى القرآن، والرد إلى الرسول أي إلى السنة الطاهرة المطهرة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجعك لكلام الله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ونرجعك لكلام من لا ينطق عن الهاء محمد صلى الله عليه وسلم. تاني خلنا لك حاجة، نرجعك لكلام أفضل من مشى على الأرض قاطبة صلى الله عليه وآله وسلم. النازل بيقول لك كلام، قال بناديهم في كل قضية بناديهم، حيين ميتين بناديهم. رأيك شنو بالكلام ده يا مسلم؟ أنا بتخاطب مع أي زول مسلم بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت بتؤمن بالله وبتقتنع أنه النبي صلى الله عليه وسلم نبي؟ أنا بسألك سؤال، الشيخ بتاع الزريبة، تعرف شيخ الزريبة بتعرفه؟ شيخ الزريبة قال وقف الطيارة والبوكشي ماشى في الموية، الطيارة دي جاينا، أصبر لي شوية كده، أنا جايك للطيارة ربط فيها الحمير دي، رابطين فيها الحمير ليه؟ المدار الزوم اجنو ما تبش تنزلها في المطار كويس. ده قال لك ده شيخ الزريبة، قال في الليل الهادي بنادي أسيادي، بنادي منو؟ أسيادي. انت يا مسلم سيدك منو؟ سيدك الله ولا سيدك الشيخ بتاع الطريقة الصوفية؟ سيدك منو انت؟ سيدك الله. ده قال لك لا، نادي أسيادك، نحن سيدنا الله، ده سيدك انت. انت كان عامل لك سيد غير الله، عامل له بخيت وسعيد عليك، نحن سيدنا الله اللي خلقنا فاس فقط. عشان كده لما نتكلم في الناس ما خايفين منهم، عرفت كيف؟ ما خايفين من اي شيخ طريقه تب نهاية. ده قال في الليل الهادي بنادي سيادي جمله وفرادي، جمله يعني يا الغوم الحقوني وافزعوني، وفرادي شعوانتي الحقيني، رابع العدوية الحقيني، وسيدي الشعراني الناشر لعلم الله
بالله. شعراني ده وين؟ شعراني ده مات في مصر هناك. مصر المؤمنة المؤمنة منو يا البري؟ لو قال الله ما عندنا معاه مشكلة، لكن عندنا معاه مشكلة. ليه؟ لأنه قال مصر ما مؤمنين، ما مؤمنها الله. قال أهل الله، أهل الله ذا اللي بينهم شعوانتي والرابعة العدوية والسيدة نفيستي. وانت بتنطط بتنطط مسكين ما جايب خبر. وين شعوانة؟ وين السيدة نفيسة؟ ديل باتوا انتهوا يا مسلمين يا عباد الله. زول مات تب مات عديل كتم جوا وبرا صورة صوت كاتم عديل زول كتم. ها ودو البيت غسره بالمويه، قلبه بها جاي وقلبه بها جاي وعصر له بطنه، طلع الاوساخ جوا كلها كويس، وادوه قطن، خليت بالك معي، حاشوه قطن، وادوه حنوط، تعرف الحنوط، وكفنوه وشاله في السرير كده، كربك وادوه المغابر، حفر ودلحت نزله جوا. شعوانه دي وين؟ تحت جوا. البرعي وينو؟ تحت جوا. المكاش وينو؟ جوا تحت. المهدي المهدي وخليفته وصابونته وليفته وين المهدي؟ تحت في الوطن. المهدي حي ولا ميت؟ مات. يقول لك بعد ناديهم والله الذي لا اله غيره، زول دخل تحت التراب دي، والله انا بجيب لك قبر بدخلك حي حي ادخلك جوا. والله لو قال لك حوك عينك دي قال لك حوكها ما بتحكها، بتحكها كذاب والله، والله ما بتحكها. تيجي تقول لي يجي البرع يقول لنا الشيخ بيسوي لك في الليل الهادي بنادي سيادي جمله وفرادي. تاني قال قوم يا خي قوم يا خي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البي. طيب يا البرعي انت لما المريطة لما المريطة في كلاوينك ديل جاتك حصوة، انت عارف السبب الكتر البرعي شنو؟ جاتوا حصوة هنا ده ودوا المانيا ما نفع، ودوا الاردن جامات في مستشفى ساهرون في الخرطوم كويس معاك، وقالنا بكورك قال هو يا ابو التايو ويا حامد بعصايا زيلوا الحصايا وشنو وامراض كلايا. ابو التايا ما حصلوا، حامد بعصايا ما حصلوا، ما شوين اين البرعي؟ مات شبه موت. طب يا زول هاي ده قران كلام الله، ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ربنا قال الشيوخ ديل بتاعنا الصوفية ديل كلهم المهدي وخليفته والسمانية والتجانية والبرهانية والنقشبندية ومين مين 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 إلى آخر الصوفية كلهم كوم واحد، الطرق مختلفة والمشرب واحد، الكفر والدجل والشعوذة. عرفت كيف؟ ديل شت لما اجتمعوا عشان يرجعوا، قال ما أخذته الذبابة من طعام الشيخ لن يستطيع الشيخ لضعفه أن يأخذ ما أخذته الذبابة منه. ربنا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره جل جلاله. الله ما دحقه، الصوفية شالوا حق الله عديل. وهذول البشر المخلوقين زول شيخ طريقة كان شافعي صغير بيخرى بيبول أمه بتغسله كويس معاك، بيودوه يعملوا تطعيم كويس ويقول له تعتي يرضعوه الشيخ يرضعوه ويغسلوه كويس معاك. ها وتجي حمى بالليل ده يقول لك ماسك الكوب مع الله زي ما قال بتاع الخدمية، قال حسد بكم الفلكون متحكم. ده الخدمية هلنا هناك ده قال متحكم في الكون بتاع الله ده شت، والحكومة دي زمان كان ساكاو ده الخاتم ده الماسك الكون كان ساكن ناس الحكومة طفش مشى مصر. انت الماسك الكون الموديك مصر شنو ويقلعها منك كيف ذاته كويس معك؟ انت تتكلم في الشيخ
يجيك صوفي زعلان ما حنبك، انت زعلان مالك؟ ابوك الشيخ قال بينفخ، يقول لك تتكلم في الشيخ بينفخك. شيخك ده كان برسون، خليه ينفخ ناسه. قول له في وهابي هنا، في وهابي اصلي مرة واحد قاعد هنا، قول له انفخ. تنفخ شنو هذول؟ امشي انفخ شهرون ده، انفخ ده ترومبا ولا ترام بتاع امريكا ده، ما تمش تنفخه، تنفخني انا؟ هذا الكفار ما قاعدين امشي انفخون، عرفت كيف؟ كذب على الله عز وجل. يقول لك الشيخ قال بديك، رب ما بديك، ما بيسمعك. ربنا قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما بيسمعك. ربنا قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. شوف ده تحدي من الله، لو سمعك ذاته، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ده من الله، ما بسوي لك حاجة ولا عنده حاجة. ربنا قال ما يملكون من خطمير، قال الشيخ ده ما يملك حاجة. تعرف الخطمير؟ شوف ربنا ضرب أمثلة كثيرة جدا لأي زول بيعتقد كلام زي ده. ربنا قال ما يملكون من خطمير. قلت يا الجماعة كمان يقول لك يا صابقية، تعرف معناها شنو؟ يعني قدر ما تقول، قبل ما تقول يا الشيخ الحقنا يا دي الشيخ، قبل ما تقول يا قلبي حصرك، يقول لك يا صابقية. شوف الشريك ده كيف شريك عجيب ذاته. ربنا قال لك الشيخ بتاعك ده ما عنده حاجة. طب الغطمير، تعرف الغطمير؟ الغطمير ده العلماء قالوا دي اللفافة أو الغشاء الأبيض حول نواة التمر. التمر دي البلح، التمر لما تاكل التمر مش في نوايا جوا، النوى أو الفص بتاع التمر جوا، مش حوالينه في غشاء أبيض؟ الغشاء الأبيض ده مش النوى. الشيخ قال لك، الله قال لك ما عنده حاجة. ليه ضرب بها مثل؟ قالوا لتفاهته. أسرع لقاك لفافة بتاع التمر، الغطمير ده لو لقاك في الشارع ما شايله ما بترفعه، لأنه ما بساوي حاجة تافي. ربنا قال لك ده ما بيملكه، ما عنده حاجة. تناديه كيف؟ انت حاجاتك كلها عند الله، وجماعة ماشي للناس الميتين. كويس معك؟ واي زول بيعتقد كلام زي ده عنده عقيدة شركية تانية، انه بيعتقد انه الشيخ بيعلم الغيب وبيسمعه. يقول لك ابويا الشيخ ده بيعلم الغيب، زي ما قال البرعي بتاع الزريبة، قال قوماك نزاور للولية الاغطاب له بنشاور. قال منهم خفي الحال من الأولية، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم من الأولية، منهم عليم بالغيب باطن وشنو وظاهر. البرعي قال لك الأولية بيعلموا الغيب، جوبنا بيعلموا. كويس معك؟ وجماعة بيعتقدوا، قالوا أبو الشيخ نزل الطيارة، قال لأنه الكابتن بتاع الطيارة أبا ياخذ الليزن من أبو الشيخ، فقام داري يمشي يطير، قاعدة مشكلة الطيارة قاعدة، وقعت برا وقعت يا زول، عرفت كيف؟ هذا قال لك ده بيان بالعمل، قال لك الطيارة قاعدة ومربطين فيها الحمير، وقعت برا يا زول. تقال الشيخ رما. طيب في سؤال لك انت، في سؤال لك انت، البلد دي في الخرطوم هناك في مخزن بتاع ذخيرة في حتة اسمها أبو آدم، مصنع اسمه اليرموك، انضرب ولا ما انضرب؟ مصنع اليرموك مش انضرب؟ مش ضربوه بالطيارة ولا ضربوه شنو؟ أبوك الشيخ ده كان وين؟ ليه ما ثبت الطيارة ضربت المصنع؟ المصنع بتاع الشفا، مصنع بتاع دواء هناك في كافوري، مصنع الشفا انضرب ولا ما انضرب؟ ضربوا الأمريكان ما ضربوا؟ أبوك الشيخ اللي بنزل الطيارة في الزريبة ده ما نزل الطيارة دي ليه؟ ده دواء بيستفيد منه المسلمين. ده واحد من اثنين، يا إما أبوك الشيخ ده كذاب ما بنزل الطيارة، يا إما أبوك الشيخ ده شغال مع الأمريكان، شغال مع اليهود. اختار لك واحد من اثنين، يا كذاب يا شغال مع الأمريكان. داري أتا فيهم، داري أتا. طيب سؤال عندك انت، هسي ناس بنزلوا الطيران الآن بشار الأسد ده بيكتل في المسلمين، طيارة فيها برميل بتاع متفجرات بيرميه في عمارة بيموتوا فيها أطفال، الكلام ده كلكم شفتوه ولا ما شفتوه؟ في زول ما شاف السوريين الماتوا ذل؟ ما شايفهم؟
الناس اللي بيموتوا في فلسطين وموتوا وين وين في جميع انحاء العالم، ناس مساكين بيضربون بالطيران. ابوك الشيخ ده كان وين؟ كذاب، ما عندك اي حاجه، والله ما عندك حاجه. عرفت كيف؟ ما في زول بيعلم الغيب يا اخوانا. اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله لا يعلم الغيب، ده قران كلام الله، قل املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، قال ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ده محمد صلى الله عليه وسلم ما بيعلم الغيب. تقعد تقول لي ابوه الشيخ بيعلم الغيب؟ ما بيعلم اطلاقا صلى الله عليه وسلم. ومن اكبر الادله كذلك الايات كثيره جدا في حادثه مشهوره في سوره النور، في قصه اسمها قصه الافك المنافقين، والقصه معروفه. لما صفوان رضي الله عنه لما استرجع السيده عائشه لانه كانت مشت تقضي بعض حاجتها، وجات لقت العير والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذهبوا. صفوان رضي الله عنه لما جاء كان بيجي خلف الجيش يفتش الحاجه الواقعه يرفع يشيلها معه. لما جاء لقى في امراه قاعده قبل آية الحجاب تنزل كان بيعرفها. استرجع وقام اخذ السيد عائشه ورجع. المنافقين لما شافوه طوال فكوا اشاعات خاضوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام مكث زمن طويل لغايه ما ربنا نزل وحي برا عائشه رضي الله عنها. انت عارف عائشه مشت ليه؟ عائشه رضي الله عنها مشت تقضي بعض حاجتها عندها عقد سلسل من حاجه اسمها الزعفران. لما انفقدته رجعت تشوفه. العقد ده وقع منها وين؟ وقع منها بقى تحت البعير وقع منها. الجيش ده فيه الصحابه، في ولي افضل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جيش فيه الرسول والصحابه شات ابو بكر وعمر وعثمان الى اخر من الصحابه، ما يعرفوا العقد محل وين. خاضوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، دي اصعب حاجه، زول يخوضوا لشنو في عرضه. النبي عليه الصلاه والسلام ما تكلم لانه ما بيعلم الغيب. لما ربنا اوحى له عائشه رضي الله عنها كانت بتعشى منه النبي صلى الله عليه وسلم، يرى رؤيا يبريها فيها. قالت ما كنت قايله لنفسي بينزل في قران يتلى الى يوم القيامه، نزلت فيها 10 آيات تتلى الى يوم القيامه تبرئه شنو لعائشه رضي الله عنها. النبي عليه الصلاه والسلام ما بيعلم الغيب، ما في زول بيعلم غيب بيسكت عن كلام زي ده. ولو دار اكثر مئات الادله في انه ما بيعلم الغيب الا الله، انا اجيب لك مئات الادله. يجي الصوفيه يقول لك الشيخ بتاعي بيعلم الغيب. علم الغيب يا مسلمين، علم الغيب ده صفه خاصه بالله. ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. دي صفه خاصه بالله. لما تقول الله بيعلم والشيخ ذاته بيعلم زي الله كده، انت شلت صفه من صفات الله الخاصه جعلتها للشيخ. ده الشرك بالله عز وجل، ده الشرك الاكبر المخرج من الله. واي زول بيعتقد انه الشيخ بينفعه ولا الشيخ بيجيب الجنة كويس ولا بنزل المطرة زي ما بيقولوا الصوفية، ده مشرك كافر ما عنده علاقة بالاسلام اطلاقا. اي زول بيعتقد انه الشيخ بيعلم الغيب ده مشرك، كان صلى كان صام كان طار كان ركع، ما عندك علاقة بالدين اطلاقا ابدا. دي مشكلتنا مع النازل. نحن في النهاية ما دارين نبقي زول في حزب، وإحنا القدام كندل ما تابعين لأي جماعة. أنا قدامك ذا لا تابع لأنصار السنة كويس معاك، لا تابع لأخوان مسلمين، لا تابع لأي شيطان رجيم، إنما التبعية للنبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واضح زي الشمس، حديث واضح، قال ما تركت شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيء يبعدكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. كلام واضح ولا ما واضح أخوانا؟ الدليل واضح، تركت فيكم أمرين ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي،
كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.